في ذكرى الإسراء والمعراج يا شباب، ماذا فرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء؟ الصلاة. الصلاة. هلا بدنا نجدد عهدنا مع الصلاة إن شاء الله. قولوا إن شاء الله. ماشي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. الله يرضى عليكم. يلا على المسجد. ها. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنوريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صلى الله عليه وسلم. ما أجمل هذه الذكرى المباركة. هذا المسجد بذكرنا بالمسجد الأقصى المبارك.